جئت إلى هنا إلى مقركم في لاهاي، ولم أخاطبكم عن بعد لأن من معه حق لا يخشى شيئاً. أنا هنا اليوم أمامكم لأواجه تهماً تمس مبادئي ومعتقداتي الشخصية وتمس مبادئ الصحافة العالمية. فالبحث عن الحقيقة وتقصي المعلومات حق مقدس للصحافة بحسب جميع المواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. جئت إلى المحكمة كي لا أكون ممراً لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة. فتهمتنا الوحيدة هي أننا التزمنا أعلى المعايير المهنية حين أضأنا على أخطاء سير عمل هذه المحكمة، وكلها من أجل حسن سير العدالة. فمن حق الشعب اللبناني بشكل عام وأهالي الشهداء بشكل خاص محاكمة لا تشوبها أي عيوب. وكي لا أكون عبرة لتخويف الصحافة ولمنعها من مراقبة سير عمل هذه المحكمة، ولن أكون مخرجاً لأخطاء عمل فريق الادعاء، جئت إلى محكمتكم لأدافع عن حقوقي بقوانينكم. فمحاكمتي اليوم فقط لأننا حافظنا على سر خرج من عندكم وشاع، ولأن دولتي وبدل أن تسائلني تحت القضاء اللبناني وبدل أن تحاكمني إذا كنت على خطأ وأنا لست على خطأ، ولكن للأسف دولتي معتادة لأن تحكم من الخارج فتخلت عن سيادتها مرة جديدة واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع.